تعالوا نعمل صينية جمبري مش هتذوقوا بالحلاوة بتاعتها، بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف الجمبري بتاعنا. اول حاجة هاخد معلقة كبيرة من الزبدة، وما تنسوش تتوصوا بمعلقة الزبدة بتاعتنا، وهكون مجهزة بصلتين كبار عشان خاطر اشوحهم مع الزبدة. في الوقت اللي انا بشوح فيه الخضار بتاعي هكون بتبل الجمبري. التوابل بتاعتنا معلقة ملح، معلقة كمون وشطة، بابريكا وكمان كزبرة، وهسيب الجمبري بتاعنا يتبل براحته لحد ما نخلص الخضار بتاعه. احنا هنا بنشوح البصل، اول ما البصل يتدبل معانا هبتدي انزل بيه فلفل الوان وفلفل اخضر، وهبتدي ان انا اشوحهم مع البصل. في الوقت اللي انا بشوح فيه البصل وكمان معاه الفلفل هنزل بمعلقة ثوم صغيرة وكمان اشوحهم معاه. زي ما انتم شايفين كده شوحنا البصل والفلفل وكمان معلقة ثوم. نفس التوابل اللي احنا حطيناها على الجمبري بتاعنا هبتدي احطها على الخضار، معلقة كزبرة، ملح وكمون وشطة وكمان بابريكا، بس هضيف عليهم نص ليمونة وكمان معلقة صغيرة قوي من الخل. زي ما انتم شايفين كده نفس التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها على الجمبري هنحطها على الخضار وهنقلبهم ونشوحهم مع بعض عشان كمان الخضار ياخد طعم التوابل، وهسيبهم على النار، واول ما يبتدوا يتشوحوا معانا طبعا هننزل بالجمبري. هنا خلاص انا مش عايزه الخضار يدبل خالص، فهبتدي انزل بيه الجمبري عليه زي ما انتم شايفين كده، بس هيكون على نار عاليه. هسيب الجمبري على نار عاليه حوالي 3 دقايق مع التتبيله بتاعته مع الخضار، 3 دقايق بالظبط بالكثير قوي، وهبتدي اقلب مع بعض عشان خاطر ما ينشفش في الصينيه، وبعد كده هقلل النار عليه. زي ما انتم شايفين هنا بعد 3 دقايق بالظبط من تشويحة الجمبري على نار عالية، وابتدى كمان ينزل المية بتاعته، وهبتدي احط له ربع كوباية صغيرة خالص من المية عشان خاطر ينزل الصوص بتاعه ويخلي الصوص طعمه تحفة. اخر حاجة هحط رشة من الجزر، لو موجود عندكم جزر اوكي، لو مش موجود براحتكم خالص، دي خطوة اختياري. وهغطي على الجمبري 10 دقايق بالظبط على نار واطية خالص، وهطلع الجمبري زي ما انتم شايفين كده تحفة. في الاخر خالص بعد ما الجمبري يطلع معانا نص ليمونة هنعصرها عليه، وكمان هنحط كزبرة خضراء، وكله احلى صينية جمبري. وبألف هنا.